أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: القرض بالبنك العقاري على المتوفى هل يعد مثل بقية الدين؟ وما معنى الميت المرتهن بدينه؟ نعم، الدين لا بد من وفائه، وإذا مات وعليه دين فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نفس المدين معلقة بدينه حتى يسدد عنه دينه، سواء كان هذا الدين للدولة أو كان هذا الدين للأفراد، لا يتساهل فيه. نعم.